لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشك واكيب قول صدن يلبات كمدة من شرح صحيح مسلم، باب الذكر بعد الصلاة. بابي هاي دعوين كي ذكر كدم بي صلاة كدم سجود مركب ففاين قولنا كي من دونتو مركب ذكر قاس بعد الصلاة دعاية. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعني بن دينار قال وحول عمرو أخبرني بذا حديث كان وحايشي أبو معبد أي إشي المكي واسمه نافذ ثم أنكره بعد واجد مرة وأيود فري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ابن عباس وحولي كنا وحنو أهين دان صحابنا هاي أسوي إسكوا ذا سيد الرواية كقاركوت كوي من دونتين نعرف وقرتان وأهين انقضاء صلاة رسول الله رسول الله صلاة صلاة دمات كيدي يعني دماتي أي إدلا توحان هو قرنج الرأي بالتكبير الله أكبر تأو نبي إليها بعد الصلاة تكبير تمر كأون يدو ذكر لقع عبرنا وإيمان دون تروايات كصوص سعودة. حدثنا ابن أبي عمر واسمه محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار شاهدك محل شاهدكم هذا وحوي إن زهير بن حرب لما تابعيه ومتابع يحيى محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني كلاهما عن سفيان إيوه أبي معبد إن العد يوحي يحيى عن أبي معبد مولى بن عباس أبي معبد كاسكو يديس مقعيس نافذ بان إلى دور موالد ابن عباس أبي معبد المكي بن عان كوي هاي ومن ثقات موالي ابن عباس بان لغوتريا أنه سمعه وحو مغلي عمرو بن مغلي أبي معبد بن معبد مغلي يخبر أسوأ حديثك كتبين يا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ابن عباس وحوري ما كنا ما ننأهين نعرف خوي قرته انقضاء صلاة رسول الله صلاة الرمح مضمات كذا إلا بالتكبير الله أكبر النبي وقال جروا أذكارته ولا إيمان جري بعد الصلاة وصدح جرى هي سيدة الله الشيغي أم بانكو قران جري قال عمرو وحولي فذكرت ذلك لأبي معبد الرقاشا أشيغ أبي معبد ووحان أشيغ حديث كأسقا إنو أسقو التبيي عن ابن عباس فأنكره أبو معبد بحديث يقول ضفري وقال وحونا يلي لم أحدثك بهذا حديثك كما الشيخين قال عمرو دينار وحولي وقد أخبرنيه قبل ذلك رواية كريم بلى قد أخبرتنيه قبل ذلك حديث دير ويتبني حديث دور ويتبني أي حديثك كم بدأها مركز وحولي كما الشيخين حديثك هذا إيشك كهر هرتيبة إيشك تبر حديثك وقد أخبرنيه قبل ذلك أنكراد كهر بنا حديثك إيتبيي مركز مسألة حديثة كجرة مصطلحة قصوة مرتين بابا من حدثه والنصير اللي يقانو مركو شيخ حديثك هلمامه أرضيقين أوصن هلمامين وقد فيرو أي باب أطايا والله باب إسلام رسالة كتب قناع لقى قري خطيب البغدادي سيوطي جماعة من أهل العلم واحكا قري مركا لابن بيوقي بيان محدثين تو هادو أرضيقو هادو الشيخ حديثك إنو ضفيرو وسعة أديد سيدة تنو كالي إيه إنه يلا محسوسته قرن ما هيو هدول هذا محسوسته قرن ما يلا نكون شيء إن كله ومحل اتفاق إن حديث كان لحجي سنة يو وأيسان وح إلا أن قرين إن حديث كان أن لجوه ردنا إن شيخنا وحول قارم ماي أرض وحب قارم ماي صورة وصورة وشيخ يلا هذا محسوسته قرن ما يلا نكون شيء إن كله دمشق مركه إن كريد متهله مركو الحافظ حجة على من لم يحفظ شيخ هذوه المامي أرضي وننثق إماما أي حسوست مرك هذه هلمان كذي إيو اسم سيس كذو حجة كن قن مهيو حفظ إيو وقت قو بحي أرضي تاسو واحد مسألة مسألة الله بعض إنه الضفيرة أولا هذو سيدة تنوكالي ضفيرات دي إنكراد مرك يتمادن الله بعض الوقيبية إن ضفيرات إيو اسكدر الشيخ يبين أرضي قو بينيو كوما شيغين بين بات شيغي سابقو حديثك كوما تبن حوانا كما جران وانا قبنا برنيس الانكار والتكذيب الراوي إلا الضفير حقا لبيني أرضي
مدى أيضا مركز إذا الراجحة أما جمهور أهل العلم أي قبان وحوية وعلة في الحديث حديث كان والقرة الدينية حديث كان القرة الدينية لكن تكذيبك الشيخة وحبي يلم هاي أرضي هضوي النثقائية لكن حديثك علو النقرة يوال الردينية حي لي وون الضفري وون بيني وحون جزمنها يا إنه كبين أبورتي نينك أنه حون جزمنا يا إن والشيخ أشاقي حديثك لابد واثقات وكالبينتين والشهادتين إذا تعارضت تساقطتا وتصومرتين لابد مخرات هذا يسكوري ما دار فود إسقشان أما الله بيّن فود إسقريا والإسل التوراة ورودا لابد نورد إسكتك وإنت ورد وريس هاي سي هوليه كليات أقش هاي أرض يو ضغنا كان لغار ربي وحي كالي بل سيدو دووري لكن وإسل دعي المركة أيضا سورة لبات وسورة ومركو شيخ حديثك دفيرو يعني لبا أقيم إنه إنو كدرو بينين إنو كقابسدو دفيرات كلية سيدا هدا بمعبد أسمائي وون دفيرو حوري مقرن يعني كوم الشيخين فأنكره أرضا يحولوا واللي واديشك تولي عمرو كدارين شري مركان أيضا مسلم يجمهور أهل العلم حيقبان الترجيح الترجيح حاليقة يا أرضيقة يا شيخة كيبا حوق بدن من حيث الحفظ حق حفظك يا إتقانك يا ضبطك كي أود بدن أرضيقة دوية هي أئمة الحفظ والإتقان وذلك إنكراد سحول لك سوى قادم هاي صادرت عبر مدينار المكي نين أصغى أقران في سوء الزمن كي سجوه وكو حفظه ما بتشربه لا يوجد صادرت ضفيرات دي أبي معلوح ولا قمص وقادر ولذلك يحتج به مسلم حديثنا وأكب الله بيبا باب كرة وأكب الله وأجد الإمام الشافعي في المسند حديث مكوري من طريق صفيان وكوري وحوره وكأنه نسيه بعدما حدثه إياه وحاد مدابا معبد حديث كأنه هالمامي بعدما أشيق أردقي سعامر بدينار المكي أها ابن خزيمة حديث مكوري في صحيح وحوره وهذا من الجنس الذي كنت بينت في كتاب النكاح أن العالم قد يحدث بالشيء ثم ينساه وباب لا يقانوه مثل يقانانوه عالم كنت حديث تبيه ورقت قاضي كقاتان بواقة دنبر اسمه ثياؤه هلماما أما عبر الدينار المكي وأننا نوركي سأن لقيري كرن هذا يعني وأنن جبل إمامة ثقاء مركها دور صدرت يدبع لقاقي وركي يا دفرادة بمعبد نقل ورنجري سفيان بن عيينة يا لويد عمر وحور إنه أصو حديث إيشوغا ينكج على هاي 20 شيخا وحديث كإيشوغا لباتن عالم من أهل الثبت والإتقان إني حديث إيتبيا وكج على هاي إنه إيتبيو عمرو دينار المكي كلجي وأرض إيسي إمام أهل الحجاز يا صعر النية نقل ورنجري زهر وحوري زهر وهذا أقران تيسا عمر ولكن كوين وفنقا ننكي وكد الوريقة التابعية قرنا إسامي صغار التابعين وحول الزهري ما رأيت شيخا أنص للحديث من عمر انت حديث ورنا يي حديث كسيدي سين لغو كينو لفظي كيسي معنيه سيب سيدي اللغو كينو نين كغفي عن ما أرق عامل دينار المكي شعبة وذات كبت باديبا أو يري هاي رقنا دبقل يتري حور لا أقدم على عمر أحد من العلماء عمر الدينار المكي أحد أن كهر مرني مبتر في الحديث وشعبه زهري ياكله صفيان بن عيين محدوه إذا مركا دين ما كان ماشى مرين أنت وذيك لو عيال عليهم عمر الدينار المكي مركا شيخ يوسف نمفود قلنك رماها رواية كتمت في مسند الحميدي بانين بدن راديي أو تأويل كلا تأويل كلا مركوان أنا وياي بلاضده عشان تفصيل كسور هذه حميدي مركو حديث كان ورينا يوم من طريق سفيان نفسه من هذا الوجه سفيان بوحولي وكأنه خشي على نفسه وكأنه أبا معبد خشي على نفسه رواية مركو حيث الماميسا سبب كإنكار حديثك أبا معبد أنا سنهين هل ما مدي إلا وشو وأيتهاي
أحاديث بو مجلس كوري أبا معد بعضها أي كجرت أحاديث الفتن والأمراء مرك أحاديث إنه سلم عمرو وانكوش غير هذا إنه الدولة دك عبس الله غيابا من رب الله بين بعض المحدثين هوشا سمين شرين خوفا على أنفسهم ومن الدولة أي سياسة دين شرين أي حديث كالتورين لكن رواية الأرض يدي جرين محسوسية يكون مشيقين خوفا على أنفسهم مرك كأنه خشية على نفسي معنى كلام احتماش وانا أهين أبا معبد إنه كعب صدي أحاديث من مجلس كوشيو مجلس كانوا حلقة من من جيسواوين ودواوين ودرن وذادها إنه يفديين وحاطو سيسا إنه مجلس كما حديث كان بس اللي قم الشيء روايات كو حاكو عاد إنه عمرو يجري حديث كان هرتيب وانا كان إيه شيء يعني أحاديث دور مجلس كوشيو حديث كان هرتيب وكان إيه شيء وانا يقول إنكري وكأنه خشي على نفسه رواية مركة سفيان مقالة إساس بل هلا باروح وكوضه مسيدة أنا وأنض فما يبى مسواسيك الصوفيري إن شاء الله علي اسمها حديث مركة وحديث سكان رواية مركة حفظ جائيه حسوس الشدة عمري بانا كحوق بدن إنكار ك أبا معبد احتمال بانا قالوا يوم النسيان بام مس عبسي بوضفيري ده احتمال بكوج كأنه نسيانا وسيد الشافعية غير كي أقاتين هي ابن خزيمية جماعة من أهل العلم أما رواية ابن عيينة والشيخ يسوح كون ستوصة وصاحب القصة وكأنه خشي على نفسه بقصقا يا كسقا من طريق الحميدي في مسند كفيرية طيب مركب الله وش الصوفيري أنا سرعين حديث كم مركب وري حدثنا محمد بن حاتم ميمون أخبرنا محمد بكر الأزد البرصاني إنك تقنوه قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك قال حا وحدثني إسحاق منصور الكوسج واللفظ له لفظ أسقى إسكال هذا أن تبين يملها محمد بن حاتم ملها قال وحول مركز إسحاق أخبرنا عبد الرزاق بن نوتبي حديث أخبرنا ابن جريج قرق عبد الرزاقي محمد بن بكر البرساني واسكم طابعين في الرواية عن ابن جريج أخبرني عمرو دينار هذا مركب وحور ربا صفيان إلا متابعي إنه كان مسلم وابن جريج ومتابعيني أخبرني عمرو دينار المكي أن أبا معبد مولى ابن عباس أبا معبد كي أها نمو حوري ابن عباس أخبره وحوشي أرضي قيس عمري أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما أخبره وحوشي أبا معبد أن رفع الصوت صوت كور لوقا عد كور لوقا بالذكر الدعاء يحسك الله كور لوقا قاده بالذكر هنا وبالتكبير ورمبط صومرتين بالتكبير حين وقت ينصرف الناس وضدك أي كبحان من المكتوبة الصلاة اللي فرض يلي مضى اللقوق كان وحوءها رفع قاسو دعي شري كور قادة عد كور لوقا بالتكبير على عهد النبي حلق صوبنا عليه الصلاة والسلام على عهد النبي أيان تصي زئن ومرفوعي حديثكو لأن البخاري مسلم هي جمهور أهل العلم من المحدثين والفقهاء والأصوليين على عهد النبي ومحمول على الرفع وأنا الدليل الرفع مركم ولكن أي بعض المتكلمين شيئاً معنا ماله فنق وذماه وأنه قال حول أبا معبد قال ابن عباس وحجري كنت أعلم أن أغنشري إذا انصرفوا مركي كبحان صلاة كبحان بذلك التكبير تسنكو أغنشري إذا سمعتم مركاً مقلو تكبيرتا يكون قادم بانكو قرنجي صلاة إينا دماتي لما معنا كجور معناها كود وحاو ابن عباس وحكم موقت صلاة قاركوت إنا يدافع شيرين لصغاره أو يرى حلقوا حديث كتابين أيوه يحلقوا قصة معلى ويكلا دوانتا حلقوا حديث كتابين أيوه واسقوا وين صحابنا وحكنا البوسكيرية صدو حافظكو عدي وحلقوا وين هاي ونن قضايا ويوايل صحابه وحكنا الله النادر بيهاي حلقوا حديث كقادان أيوه وتحمول أيوه وشاء لكل مينا واسقوا ير انتو سقان قارين كور مركة أما إيه سلادها قاركود بردافي تشيري أما ما دام مسجد كؤوساً لهين مبلغ إيا مكرفون يعيد عدك قدبسة قيبت هذا بروح فردية مقلم هايو جماعات هور هذا الكيدية سلاد كبحة دي وحي كتشيرا يذكر هذا مقلم هايو لا بدا معنى بوالله شيء معنى سوق إيه مسلاد قدما وحاوه إيه ذكر أن مشروعي دي سيئي إنو سنية هاي أدبا اللغو مرما أدبا اللغو مرما جمهور أهل العلم من الفقهاء والمحدثين وحي قبان إنو سن ذكر أسقى أوسن هين مشروع بمعنى وام هاي تكبيرته إن كور صدح كور لوقاب
كالثلاثة الساعة وقب حذبة الله أكبر الله أكبر الله أكبر وكر له قاضي ومسألة كلها وضع مقرى أيوه وحيلة إن سنة معها أذكارتي الصلاة دي جوكتين معها جمهور بني ظاهري ابن جرير الطبري يا جماعة من المالكية يا كتب أيضا يا سنتها لبدا الرأي بالك القبا وتكبير تما وحنو قالين وكر قاضي ده كر قاضي ده قوليها مركز جمهور تديد إن كر لو قاد وإلي ذكر وحا أسلا إن هوس لو سيريستوت هوس قاد وحيليهين قصة ابن عباس ورين أيو وأوائل كي هرانتي مركز صلاة ومدى لبره هي أذكارتي ذي وحا قدم بي أيو أي أهيد مركو النبي وقادي صحابة إن يبرتين صلاة ما كان لغب حابة إن دربل أردينين وي أذكار ليدو يدعوين ليدو روح يرفرن هايو ويحي قدم النبي واسريستي ولذلك أن جمهور الصحابة إذن سوغورين سنة أيضا وحي سنة باقو طيب الشافعي لذا ننكي مساد إمام كا أما ميلتو لا إمام كا نقضى ضد أن مركز الصلاة أحكام تتهوله دكو في عين لحد شوغا إنو ديك أن كورو قاضو سيؤو قادان إن بعد الصلاة إله الحسود تحميد يتكبير يتصبيح تكبير بل لي ما داي سنة طيب قربو قاضية مركز هوش اللقب سنة يفهمها أنه بصري سنة بمعنى شافعي جمعوا حقبا وذكري هي عذكر قاضي لها علو وأهيد صلاة إن لبرية أذكرت ذي أولي هذا بعدما إبرتين نوال تشوشي هي إنما إذا مطلقا بوي وسنة جوكتا سيدي هذا الرب بس كل رقم مسجد قاركود مركز مسجد قاركود تكتو 98 جوان شوقي تكبير بالغد فني الله أكبر قصد معاك لما يشوف ما اللي يسقلي مركز أيوه رأيك مالكي ذي ذهري ذا قيبك مذاي قبان بي متلا دمتها جيه باب استحباب التعوذ من عذاب القبر رأيك جمهورة المدائن رأيك جمهورة المدائن والصحيين هاي محايا لو رأيك جمهورة وحا كتشرة سنة أصل كذل الصغو هي معناها كينا إنا يراتو وفرد صحابة كمان من أصاغرهم وسوق وريوحا كينا بي جمعيين معنا يأثر بواسو كينين مركا رأيك ذا سوا قروح سيئي هاي باب استحباب التعوذ من عذاب القبر سنين تلا سنوي إلا قمان قال إله سبحانه وتعالى عذابك قبرك عذابك قبرك إله إلا قمان قال إنه سنة هاي حدثنا هارون سعيد التميمي وحرملة بن يحيى تجيب المصري قال هارون وحي إلى أسو حدثنا وقال حرملة وحي إلى أخبرنا ابن وهب إن حدثنا بولننا أخبرنا قال ابن وهب حوري أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن شاب الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قال وحيت له يدين دخل علي رسول الله رسول كلاب أيسو قال صلى الله عليه وسلم وعندي مرأة من اليهود أيضو إسلام يهود إلى جوكته سوى إسلام يهود إلى جوكته نبي أيسو قال دخل علي رسول الله رسول كلاب أيمت وكيد مسايد كان مقال هذا كيمت وعندي مرأة أيضو هو إلى جوكته من اليهود يهود كترسل وهي تقول أيلي ذهينة هواني دي يهودي ده النبي قال إلى عائشة لجوك ده وحي ليه ده هل شعرت موقع عائشة موقع ده هوي أنكم إذنكم هذا المسلمين تهين أما بن آدم يبشر تهين بقى تفتنون إلا إذا امتحان الدون في القبور وقبرة لكم امتحان الدون امتحان مرك الله لنتو إن امتحان ودياري وقبر قال ليس قال يموقته قال وحيت لعائشة فرطاعة وارقق حيز صبنه وكان حي من فرتع رسول الله رسول كلاه بان حي وكارج حوش أيضا وقال وحون الزبنو يجري إنما تفتن يهود يهود بالا امتحاني أنا غنى الامتحاني ما يضان مسلمين قال عائشة وحيت لي فلبثنا ليالي هبينا نتشوني إن برا نتشوني وما لما نتشوني ثم قال رسول الله رسول كيف وقت بوحو يجري هل شعرت ما وقت عائشة أنه وحي إلي إن لي وحي أنكم يا المسلمين تهين تفتنون إلا إذا امتحاني في القبور قبرت لأنكم امتحاني قال عائشة وحيت رضي الله تعالى عنها فسمعت رسول الله رسول كلاه بن مقل جري بعد أنت كذب يستعيد أصو إله كما قال من عذاب القبر قبر عذاب كيسا وحدثني هارون سعيد وحرملة بن يحيى وعمر بن السواد العامري قال حرملة حول أخبرنا وقال الآخران لبضك لو هارون إيو عمرو بن سواد وحيد هذين حدثنا ابن وهب أخبرني يونس بن زيد الأيلي عن شاب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعد ذلك رسولك إله بان مغلى انت كذب يستعيد صو إلهي كما انقلي من عذاب القبر قبر عذاب كيسة. وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق إبراهيم الحنظلي كلاهما زهير إسحاق عن جرير يعني بن عبد الحميد الضبي قال زهير وحول حدثنا جرير هذو زهير سدى يلي إسحاق وحول مركزه عن جرير ساسل لقوضة عن منصور يعني بن المعتمر عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن منصور بن الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال له وحيت له يده دخلت علي عجوزاني لبها برود بايسو قالي دخلت علي عجوزان لبها برود بايسو قالوا من عجز يهود المدينة مدينة يهود دي هبره هذا كمدة لبد قوشينا اي مد او كمدة دق هبره يتشوق المدينة كنا ولا مرك عجز وجمع عجوز عجز بهذا لو جمعية عجزنا ولو جمعية وقتين مرك عجز كسوى جمع عجوز مثل عمد او عمود لو جمعيو عمود و ومفردك تيرك او كلي عمد با لو جمعيا عمد با لو جمعيا سيدا عجوز لو جمعيي عجوز عمود با لو جمعيا سيدا عمود كسيدا عجوز لو عجوز عجوز لو جمعيي دبلا عجائز لكن عانوا لا يقان فقالت لبدها برود وحيده هذين وحد عكرت مد با هذا شي من دو يقرت هذه ضل وحكوا ولا صعوتان أسلوق قشين أذونا أضبري دود عرفوا كده فتأرنت أن أن كان مصون أتشحيه إسكم تبين النهاي وأن لو ترني فلك أزجا يقول كاس فقالت وحيدة هذين إن أهل القبور إن أهل القبور دتك قبور تو صاحبك دتك لحباله دتك دنتان الله جوضة حتى دت بنان كاس أتكون ميدو وحكو حباله دود كده ما طوال على القبر وإيمانية لأنه وحل عذاب يقول عيد ما هي وأديك النفط هذا يا الروح ذا ذوي هدي حيوانك عروض بها العلوش يكبها بدنا نفس الشيء لكن غالبا تذكر قبري حبال بالقلية أن أهل القبور يعذبون والعذاب في قبور حباش وظل عذابي قال عائشة وحيتري فكذبت موان بيني إذن قال إذن عذابي سيد النبي يقول لك ليتري ولم أنعم كما فرحين بيتي أن أصدقهم أنا الرمي من أنعم الرباعي من أنعم الرباعي ومركات شيء الروح كدي دوي يدق رارعين ويده ولا أنعم أن أصدقهم ما أن رميه ورك شيء أن رميه وكمان أن راحين أو كمان أن فرحين وإيش هذا كمين دكسنا وقطة فريبي وش كود دويده فخرج توابحا ودخل علي رسول الله رسول كلاه بإيسو قالي فقلت له حنكوري يا رسول الله رسول كلاه يو إن عجوزين لبها برود ومن عجز يهود المدينة مدينة يهود دي ذهب رهذا كم ذا دخلت علي وإيسو قال مرنا ويتو فزعمت وحيش يجين أن أهل القبور زعم هنا وقولك مشكوك أما مكذوب كأيد قرن إسام هذا اللقوة ذا سياق أنا توصي ضد ماشك السعودة فزعمت وحيش يجين أن أهل القبور يعذبون في قبورهم ضدك الله حبارين قبر القوع عذابي فقال النبي حر صدقتا رنبا شيغنا ورنطوت إنهم يعذبون أهل القبور والعذاب عذابا عذاب العذاب تسمع أي مقليس البهائم مجيرانك يمجدين تي وحوش تي حوله يعدود أي مقليان في رواية البخاري تسمع البهائم كلها بهائم ترنبا مقلي بمعنى هل مربي وضا مقلي يمي وحل قوضا حيوانك وميشا كاقدوبا مقلي آدمه يجينكم بان مقلي قالوا هو يدن وحيتني فما رأيتون نبيك مارك عليه الصلاة والسلام بعد ما أنك أكذب في صلاة صلاة قديه سوى كجرة إلا يتعوذ من عذاب القبر صلاة بهدوك أما سنة هالنقط أما واجب هالنقط النبي قمانك وحي كدن به إلا يحكم قنقلج عذاب القبر. حدثنا هناد بن سري أبو سري الكوفي قال حدثنا أبو الأحوى السلام بن سليم الحنفي عن أشعث إن أبي الشعثاء عن أبيه أبو الشعثاء واسمه سليم بن الأسود المحارب وقرنيس عن مسروق بن الأجدع مقعيس سليم بن الأسود بل أشعث أبيه وأبو الشعثاء عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا الحديث حديث كان أصدق أي نوت تبي سي مرك هذا وحرة ومسروق ومتابعين إياه كما عفوا أبو الشعثاء ومتابعين يا أبو وائل أبو الشعثاء يا أبو وائل عن مسروق متابعين إياه طيب مسروقنا مرك صدق حديث بإمامك ينوش حديث كي وكب الله بأوه الرية عائشة إيه حديث كأبو هريرة إيه حديث لبعض عائشة وسعلي صدح هذا حديث بابك وكان إيه متابعات كودي مسائل بذنب أنا كنت جراء حديث كان أصدقاء
مد كوبال هذا ومد برنان كتالا او عذاب القبر وانه يا شيء حقه نبغون الله سبحانه وتعالى وكم قال جري ومدنا واجد نبغوه فري وانه قال دون امر عبد ماشي ونبغون عليه الصلاه والسلام الهي كم قال عذاب القبر في الصلاه ولي بقى تحياتك قدام بيا بقى كجره عذاب القبر ومرك انه جره او حق يا هي ودينته انك ترسن يا هي ومسألة إجماع بين أهل البدع وأهل القبلة. مسألة إجماع بين أهل البدع وبين أهل السنة والجماعة. خلافنا كما تشيروه. هذا الكمرك وصل وكقر الشيخ الإمام النووي وفيه إثبات عذاب القبر وفتنته وهو مذهب أهل الحق خلافا للمعتزلة صحماها. صحماها. معتزلة كتب تضارتين عقائدك شروح ذا مختصراتك كتب تحديدك الشرح ذا تفاسيرته كل واتقار كيسان عذاب القبر وحاض فرطي او ديدي معتزله وانا خطا طوائف تو اقوال اسكو ترتون اقوال التراجم يقول التراجم الى اسكت جرا نمن بكتوره صح ما اهل معتزله ما انكر سنو عذاب القبر تو ان لو قاد معلومات معلومات خلدا كتب ذا كب وحده اسكت صح ما جرت شيخ المعتزلة نيك لورنجري قال عبد الجبار كتاب طبقات المعتزلة وفضائلهم حقوق شيخي أحد المعتزلة كمضى إنكر سن عذاب القبر مجرى وذا ذرال ابن عمرو لورنجري معزل ماها وقل إن الجارية اللي إذا ظهرت شيخا إذا ضراري ضعيف قون ولا بحي ذرال ابن عمرو للي إذا هذا وواصل من عطاء ومؤسس كمعتزلة نيك أساسي أرضي وها أي عذاب القبر قد ضفري وكل جيئة ما دام واصل وشيخ ياهي ذرانا عمرو وادر ارضي ياهي عذاب القبر قنو ارضي قو ضفري بخلاف جمهور المعتزله ايام الغي بالك ان لقى خلطمي اصيغ عبد الجبار باشيغي مالك لو نقم ما قرنا يا ابو رياضي ولاد كاس ذرانا عمرو افذ ولي اذا انا قايس نقول حكومين معتزل ديدا عذاب القبر مجروي طائفتنا وحا صحة مركز وحكي قورنا سينا كسو قوريسو كتبت هذه المؤلفات هنا وأنا شيخ المعتزلة في عصره بلا نزاع طيب كلي ماها وحاك الراعي وصيدا سكولا الشيخي وذلك اللي رجل أبو عبد الله المرزباني كتاب طبقات المعتزلة أحد معزلة كان بيضا هوشا ضفر سن متشيرو سيدا درت وذلك اللي رجل على الدين مغلطي بن قليج المصري الحنفي شارح البخاري والسنن والقرنيزان حول ورنتو ضيقا صحن كتبتو ضيقا قران وحي اهل السنن الشيخان وحوك مجران بو او شان الفانتين بنو ملايين طوار دمات او شوا خلا هوشي اهل بدع يا اهل السنن ودن اسكو وافقين يا هيد عذاب القبر ان الله السوق ما انت اين النور لهي الدنيا ضد بدون اسلام الشيخان يا ضفيريا ومتنورين ايو متحررين ايو رق هور مري ايو رين مغال اسكا ديغا اسكا الالية يوروب يا قلبيت صومالي دي تكتين بدون كميدة وشا دو كل عين بلين يردو دي يردو دو دي معلمين تي وحود دي غيبا مسكحة كاكاتي وقفو بين كوان يوروب جوغا اللي يشيغا ينا يحوشا دفرسين كوحا اللي شيغا ييغو اسلام شيغا عربيضو انتي كاميرين قاتين وداد لحبالي قبل كيسي كاميرا كوحرا وحنا ايغينا سي عذاب القبر كل عذاب هاي سانو ارق انه اذا بدر روح حاصل امرك واغيبيات شيء غيب كي شريعته شيكتي وان سيس الله رمي هذا كورنا وايدين شيكي النقي قال وحنا نور دحي وام حي انا الهي وحو شيكي الرسول كي سان رمي انه على الراس والعين عقلي قال انه مرك اما هاجرته اما هاجران واي اما اود انه ابن ادم ضعيف كها حمش اما حمل ويدو هذه روح والبوح وأرك أما أو تابط أما أو مقلة أما أو أريشنت حواس تدرمياش وحي لقد دريمه إلا الرمي له قان سمون الله دفرين آدم ورنبا كسمان آدم ورنبا كسمان قال يا مسلم با أظن محل الله ليرتهي إلهي الرسول كسي وحي كي ما دي السقنا هذا إن هذا آمن تدعى قيدة كدقاته هذه أي شنطة هذا يا فراها هذه مقل كذا هذا معلم كويهين أدي فرعون يا أبا جهل وحب اسمه دوريسان إلى أين يحولوا والذين يؤمنون بالغيب الإيمان بالغيب وعلوم الأنبياء وأخبار الأنبياء والصادقين وصلحة أحاديث ورية إلى الرميان قال لدي الرهادات ضفرتوه كاميرا لزو يجتاكتوه
هدي هدي قال كسميت بعد واحد اسدور رسالة مشهورة طوى اللي اسكو قال بس هذا اللباط فتنة القبر يا عذاب القبر باكل جرة فتنة القبر وسؤالها اللي هو الديني مركو اللي هو حباله امتحان كأدقل إيسا فتنة القبر ليد هذا إلهي بقى اللي هو الدين رسولك اللي هو الدين دين تاذا اللي هو الدين واحد آمن سيد بقى اللي هو الدين امتحان كاس ما ربك وما ربك وما دينك وما نبيك يا وحل إيد هذا فتنة القبر عذاب القبر امتحان كان مركو اللي هو قاضه أو تكون دعاه وحكوك باللابن وي امتحان صلى الله مقاضي امتحان دات كباصو جنير اي نحاريس اي نعوبة الهي كوفر اي داقضا لغوفر اي قيمة بدا الهي نقدر اي هدي امتحان كاد كل عدانا عذاب باكو قب اللابن ابي سوني مصاص باصوفا كان قيقي جهنم اللي سودين بر باكو قب اللابن اي برواوين ملايك باكاشا قيس ملايكة العذاب منكر ان كربا مركر ورتو كافر حرام با انت الملا قارن مرك عذاب القبر هي فتنة القبر ويكل دوين فتنة القبر ونسفنا إلى تي عذاب القبر واكل بحين فتنة القبر هي قبستا مثل مسألة خلافية بين العلماء الإمام بن عبد البر وقبل أبو عبد الله الترمذي صاحب نوادر الأصول أتقرنا إنسان نكي سوفيك آية زايد كاي امتحانك وأنا واجد دمبنا قل يا إدن وابا هولك لك الشيخين المهم لبدا ودادي ودكرع وحيليهن فتنة القبر وحيقوني كتها مسلمين تأي منافقين تأدون كتشوه ضدك مؤمنين تأدبتا اي صادقين تأ اي منافقين تأدون كتشوه بأ الله امتحانك لك قاضية وما حدا أقوني يا شين وحانا أقوني يا اللي أدون كما كلا تشوه منافق وين لتو كذا مؤمن كتبتا أنا واتو كذا كواجه هذا هي كنواجه هذا يا والله سوم والله صلاة والله زكين منافق يا مؤمن صادق واس كل بينهن ادونك قبرك مكلا كلا لك لا صار هي فتنة امتحان كان قبرك لو قاضي وحلو كلا صار هي منافق يا مؤمن خالص وصادق منافق امتحانك كل دعي وافك كلا قاضي ها بودي مركب بود باكو بلابن بود ناريد مسلم كانوا حاوي وبدبادية وأما سأل الوكلاء صع منافق يا مؤمن فتنة القبر الكاس يقوم مريء قال شغل بكم الله محاجرة قال مركب بنان كجورك سوى عدا محل جيم تحاني بيد هذه قال هو كإله غير كعابدها هي كنيسته كل شري يبدأ يروح للجرم ويسيخ يبختي امتحانك يبان يوم حياته الكاس يلا مريء وذا فانت وذا ده رأي وذا وذات كل أورنجر يا أبو عبد الله القرطبي وقبل أبو محمد عبد الحق الإشبيلي اذكرنا يسان عنك يا جماعة من أهل العلم ورأي الجمهور أهل العلم وهي يوحي إليه فتنة القبر قال يا مسلم يا منافق كل وقت الله وعام أحاديثنا وحيتاجريا أحاديث تتمنى وحيتاجريا يعني رأي عن ضمبي يا عام كا وأه منافق يا مسلم يا قال جي سواوين ووحي سعادة يزد كل في النظر وين مرة هي ننوح آبا لغسي دلالين ننوى الله فضيحين والله كشف ومنافقي مؤمننا ولو كرامين وكبا صلى الربا الله بدأ الرأي مركوا ومن فروع العقائد المختلف فيها ولا صحو لا اختلاف في العقائد ومقولة باطلة أكثر من 100 مسألة فرعية عقدية وخلاف كجرة جرتها مركب من فروع العقائد المختلف فيها بكجرتا فتنة القبر يا كل عيسى أهل السنة الحيسة سكو خلاف سنة. أنت أنا فانتين برمالي وحيسو هاري مسألة النبي عليه الصلاة والسلام يهبرها يهودي دحمري طيب أحاديث بدن با كتمن قصة عائشة يهبرها يهودي يصوبنا أحاديث دورة كتمن مركب الله أروري وحيت المامية صوبنا عليه الصلاة والسلام مركه هوري إنه سن أجين مسلمين تأين مريان قيبة كمدة عذاب القبر والنبي حوه يستي عذاب القبر إنه جون كوي هاي قال هذا إنما تفتنوا يهود في نظرنا هذا وحوي وعذاب القبر جي روايات كذنبنا أن شجنا بتسهيي إنهم يعذبون عذابا
تسمع البهائم كلها بتقرنيسا لأنه في فتنة معاني عشرين معنى بنقطة في اللغة عشرين معنى بفتنة نقطة كل بس سياق يكتمت يقرأ الأحوال كوكا لساري سيدوني ما نقطة نبي سيداس آمن سنة في آخر حياته عليه الصلاة والسلام مالك قرح ذو مذوباتي ويلكي إبراهيم نقول انت يا لوح الله شيقي ثم كثنا الليالي عايشة كلها هاي والنبر بلو أما صناديق قاري كرار أما حلقة هبره إيما دين باب حلقة كل ويدة هاي حلقة أي قرح ذو مذوباتي حلقة صناديق الله وحي ذو الله شيقي إن عذاب القبر قول شروع أمدا قيب كمذا عذاب القبر إن مرة يسوء إقالض مرة هي المنافق مرة هي وحيث ويدين لمرك والله يا ابا ملحدين تقاركو ايه شبهك كيران سيرنا بك اضفري هوشا ايضا ايها برو يهود قرن ايه عذاب جوابته وحاوي عذاب القبر ومسألة غيبية ومسألة غيب او العقل اللي ما قرته محلوه قادة وحي بلوه قادة هبرها يهودنا توراد وركي وركي ديبه هي نبي محمدنا توراد ما اقول ان قراني كتابنا ما اقول ان قبل ان يوحى اليه ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعله نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم طيب وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون أو شاء ورك هذا بنام بي الله إذا النبي هذا لو وحيون توريد يديمه ورن والنبي سنك ورقبين سيكو هذا وانا شيء غيب إيه ما أغان كروي عليه الصلاة والسلام سؤال لبعض باكوارد هدوسن أوجين محور النبي قدف في رأيك هبري يهود شجعي محور النبي قدف في رأي أي عايشة قدف في رتي النبي قل إنه قدف في حق عشان يدف في حق أيقون أوجان إن أوجر هذا نخطب من نقول هاي محاية لعدم العلم في الأحكام الشرعية ودليل النفي ولي نسكت أوجادا مسألة شرعية دينية هدي الدليل كذا ويدو إن الضفرت واللازم واللازم والحكم الشرعي حكم كشرعية الدليل كي سنتاب بعضه أدويدو أدو مجتهد وعالم إن أنكرته واللازم الدليل ينعكس ويطرد في الأحكام الشرعية لكن دليلك في الأحكام العقلية هو لها عقلك أم حسياتك لا ينعكس إنما يطرد إنما يطرد مثلا قيق مك الله أركم بحال أركا ضب قيق هو الدليل أنه تصدب إنه تشيره ضبك هو مدلولك قيق هو الدليل مر والبو قيق لارك دبا يا الله هذا الدليل يطرد وي مر والبو دب لاركو محيا الله عفوا مر والبو قيق لارك محيا الله ترى هذه دبا يا الله هذا مر والبو قيق لو يدب مشر مية هذا دبا يدين كتر قيقنا مشر دبا يدين طريق قيقنا ما هيزان ما تايم سما الدليل لا ينعكس على قوته لا ينعكس اسم الله برابه وهذه الدليل كي لوايو مدل المجر الأورن ما هي في الأحكام غير الشرعية الدليل يطرد ولا ينعكس وحن كاهين أحكام الشرعية وحن كاهين أحكام الشرعية ما كلا مريو وحاله الدليل يطرد وينعكس هدي اللي هلو دليل كي وإن حكم كل هلو دليل هدي اللي واينا وإن حكم كل واي إذن نبي محمد عليه الصلاة والسلام دليل تسوغي عذاب القبر وإنه كل عيا مسلمين تماين إلى هنا كمشي في كتابي مركب ما النبي مصدر كلا أوفرا أو كو قال إنه إنكروا الضفر حق بياهين شو بدأ هنا بفانتا وميم جدا قال واحد القرآن كات المامي قرآن قال إن العذاب الشيء إما منطوقا وإما مفهوما قرآن حوشي قال إن عذاب القبر أي مري سي حوشي
تقول توسا النار يعرضون عليها غدوة وعشية فرعون يقال كي قال إلا عذاب إن عذاب قبر أي مريان ومنطوق سورة إبراهيم نوح الغشة مفهوما سيدان توس آين إن قالضوا عذاب القبر أي مريان يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة مفهوم كذوا من مخالفها قال ذي أنا لسوقين آيات دا من دقض وهم حين مؤمنون تنيس مرين عذاب القبر بأن لقفها ما يو إله أوصوقي مرك عذاب القبر وقرآن كم مشيقين عذاب القبر كخسية مسلمين تاين أسفنان ربنا ضد هبرها يهودي النبي يقول حقيقة سعوتا مسلمين بيك سعوتا نبي حوق ري إنما حال عذاب يهودا يهود عذاب القبر ما إلا وقاله أو إن صاروا مريا أو قاردن ومريا قرآن كعدي ما يقول نبي يقول كسوك هاي عذاب القبر إن قال الله مرنا يقرآن كدليشنية النار يعرضون عليها غدوا وعشية يثبت الله الذين آمنوا مفهوم كذا كقاتا إذا النبي هو على كتاب الله إنه قال هذا يجاه هذا على قبر مريا إنه أنفيه مسلمين ذكاء أنفينا وعلى القاعدة الإسلامية عدم الدليل دليل لأم حوتصا وحن عاود أشرح من بلاش با دليل لو هاي محاكا دكت إنا الحكم تشرين هل دليل أو سوغي إن مسلمين تعذاب القبر أي مريم كتابك لا يكون متشرو لا نصا ولا استنباطا إذا النبي يقول أن فيه واللازم إنه الديدو الضفر واللازم بعدما أوحي حقوق اسمنا هذه سبحانه عليه الصلاة والسلام إنه سوغي وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضله عليك عظيما مثل هذا واسدا خزعبلات كي إذا بدر رضي من الحدين توركوا ذي إلى علي من أسفان خير باب ما يستعاذ به في الصلاة باب كم ينكر قاعد مسوان الكائن وجه عشر الله سبحانه وتعالى أعلم.